بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير من التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب، وأن يرحم مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى، إنه سميع مجيب. وكنا قد وقفنا عند القاعدة 58، وهي قوله القاعدة 58: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. وقوله الحكم، الحكم عند علماء الأصول هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ومن أهل العلم من يعرفه بمقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره، فمنهم من يجعله الخطاب نفسه، ومنهم من يجعله مقتضى الخطاب. وقوله علته، العلة في اصطلاح علماء الأصول وقع خلاف في تعريفها، ومن أجمع تعريفاتها أن يقال: العلة وصف علق الشارع الحكم به، وصف علق الشارع الحكم به. فهذا التعريف يشمل تعريفات أهل العلم للعلة، فإن تعريف كل من عرفها يصدق على تعريفه أنه وصف علق، أن العلة وصف علق الشارع الحكم به. وهذه القاعدة، وهي أن الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، لقاعدة أصولية مشهورة عند علماء الفقه والأصول، وهي قاعدة عظيمة لأنها تشمل جميع الأحكام الشرعية التي تعرف علتها، فإن الحكم يدور معها وجودا وعدما كما سيأتي لإيضاحه إن شاء الله تعالى. فهذه القاعدة من القواعد المهمة، لأنها قاعدة شاملة لجميع الأحكام الشرعية التي تعقل عللها. والأحكام الشرعية بالنسبة إلى عقل العلة ومعرفتها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أحكام تعبدية، وهي التي ليست معقولة العلة، ويعبر عنها بالأحكام التي ليست معقولة المعنى، يعني ليست معقولة العلة، بمعنى أن علتها ليست معروفة،
ولا يعني هذا أنه ليس لها علة، بل لها علة، لكن هذه العلة ليست معقولة. وهذه الأحكام قليلة، هذا النوع من الأحكام وهو الذي ليس معقولة العلة قليل في الشريعة، ويسمى كما عرفنا بالأحكام التعبدية. ومن أمثلتها لأعداد الصلوات المفروضة، فإن الشارع جعلها خمسا، فلا نعقل علة ذلك، لا نعقل لما لم يجعلها أربعا أو يجعلها ستا. وكذلك أعداد الركعات في كل صلاة من الصلوات المفروضة، فلا نعقل لماذا جعلت الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا أربعا، ولماذا جعلت المغرب ثلاثا، ولماذا جعلت الفجر ركعتين. فإن ذلك لا يعرفه إلا الله، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة ذلك أيضا انصباء الزكاة، فلا يعرف لعلة تقديرها، لماذا جعل نصاب الغنم 40 وجعل نصاب الإبل يبدأ من 5، وجعل نصاب البقر 30، وجعل نصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 200 درهم. فإن هذا ليس معقولا. نعم، العلماء قد يتلمسون لذلك حكما، لكن تلك الحكم ليست مقطوعا بها. ثم إن الحكمة ليست هي العلة. ومن أمثلة ذلك أيضا أكل نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، على القول بأنه ينقض، بأن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. فإن العلة في ذلك تعبدية كما نص على ذلك أهل العلم. هذا هو النوع الأول، وهو ليس مجال هذه القاعدة، الأحكام التعبدية ليس محل البحث في هذه القاعدة. القسم الثاني الأحكام معللة. وقبل أن نأتي للقسم الثاني نسأل سؤالا، وهو ما هو الموقف من القسم الأول وهو الأحكام التعبدية التي لا تعرف عللها؟ والجواب على ذلك أن الموقف هو التسليم والانقياد لله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن الله عز وجل لا يشرع حكما إلا لعلة، سواء عقلناها أم لم نعقلها. ولهذا جاء في الصحيحين لأن معاذة بنت عبد الرحمن سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني ما هي علة ذلك، لماذا الحائض لا يجب عليها قضاء، لا تجب عليها الصلاة ولا يجب عليها قضاؤها، أما الصيام فإنه يجب عليها، بمعنى أنه يثبت في ذمتها ويجب عليها قضاؤه إذا طهرت. فأجابت عائشة رضي الله عنها بجواب عظيم وقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني من أهل حروراء وهم الخوارج. فقالت: لا. فقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولم تقل لها لأن الصلاة تتكرر بخلاف الصوم، وإنما أحالتها على التسليم لحكم الله سبحانه وتعالى.
وهذا هو معنى التعبد لله عز وجل والانقياد له. ولهذا يقول بعض السلف: لا يؤمن أحد حق الإيمان إلا إذا مشى على قنطرة التسليم. لا يؤمن حق الإيمان إلا إذا مشى على قنطرة التسليم. فهذا هو الموقف من القسم الأول، وهو الأحكام التعبدية. أما القسم الثاني الذي ذكرناه وهو الأحكام المعللة بعلة، فهذا كثير في الشريعة، والأصل في الأحكام التعليل. ولهذا يقول العلماء: إذا احتمل الحكم أن يكون معللا أو أن يكون تعبديا فالأصل في الأحكام التعليل، فيحمل على التعليل، يحمل الحكم على التعليل إلا إذا وجد دليل يدل على خلاف هذا الأصل. والعلة سبق معنا تعريفها، وهو أنها وصف علق الشارع الحكم به، ولو قيل وصف ظاهر منضبط علق الشارع الحكم به لكان الأجود أيضا. والمصنف رحمه الله عرف العلة بأنها الحكمة، فقال: وعلة الحكم هي الحكمة. والحكمة في حقيقة الأمر هي علة العلة، الحكمة هي علة العلة. ولهذا العلماء يقولون: الحكمة هي روح العلة، ويقولون هي العلة الحقيقية. وإيضاح الفرق بين العلة والحكمة بالمثال هو أن الشارع أباح قصر الصلاة لعلة وهي السفر، وحكمة ذلك هي رفع المشقة، وكذلك حرم الإسكار وعلة التحريم، حرم الخمر وعلة التحريم هي الإسكار، والحكمة من ذلك حفظ العقل، وكذلك حرم القتل العمد العدوان، وعلة هذا التحريم هي القتل، وكذلك الشارع أوجب القصاص، أوجب القصاص، وعلة ذلك هي القتل العمد العدوان. فإذا وجد هذا الوصف المركب وهو القتل العمد العدوان وجد الحكم وهو القصاص، والحكمة من ذلك هي حفظ النفوس. والشارع رتب الأحكام على العلل لا على الحكم، وذلك لأن العلل أوصاف ظاهرة منضبطة بخلاف الحكم، فإنها قد تكون خفية وقد تكون مضطربة، قد تكون خفية فهي ليست ظاهرة، وقد تكون مضطربة فهي ليست منضبطة. ولهذا فإن الحكمة إذا لم تكن ظاهرة منضبطة فإن الشارع يعلق الحكم بمظنتها وهي العلة، والحكمة قد تنضبط وتظهر كحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين، فهذه حكم ظاهرة منضبطة، لكنها إذا لم تظهر مثل الرضا في البيع
فإن الشارع يعلق الحكم بمظنته وهو الصيغة القولية أو الفعلية، أو لم تنضبط كالمشقة في السفر فإنها تختلف من شخص إلى آخر ومن زمان إلى آخر. ولهذا علق الشارع بمظنتها وهي السفر. إذا تقرر هذا وعرفنا معنى الحكم ومعنى العلة، فمتى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى عدمت العلة عدم الحكم. كما قال المصنف رحمه الله: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا عدمت العلة عدم الحكم. وأمثلة هذا كثيرة، فمثلا إذا وجد السفر المبيح للقصر شرع القصر، وإذا عدم السفر عدم القصر. وإذا وجدت الصيغة القولية وهي الإيجاب والقبول في البيع وجد البيع، وإذا عدمت عدم البيع. وإذا وجد القتل العمد العدوان وجد القصاص، وإذا عدم القتل العمد العدوان عدم القصاص، وهكذا في سائر الأحكام. فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. ودوران الحكم مع العلة يسميه العلماء بالطرد، بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، وهذا يسمونه الطرد، ويسمونه أيضا الاضطراد. وعدم الحكم لعدم العلة يسميه العلماء بالعكس، فكلما عدمت العلة عدم الحكم. وهذه القاعدة وهي قوله الحكم يدور مع علته وجودا وعدما مبنية على أصل عند العلماء، وهو أنه يصح أن يعلل الحكم الثبوت أو العدم بالوصف العدمي، يصح أن يعلل بالوصف العدمي. ولهذا قال: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، فكما يصح أن يعلل بالوصف الثبوتي فإنه يصح أن يعلل بالوصف العدمي. ومن أمثلة ذلك لقول الفقهاء يصح قول الفقهاء: لا يصح البيع من السفيه لعدم رشده. فقولهم لعدم رشده هذا وصف عدمي، فقد انتفى الحكم لوجود، فقد انتفى الحكم للوصف لهذا الوصف الذي هو عدم، وصف عدمي. فهذه القاعدة مبنية على هذا الأصل، وهو أنه يصح أن يعلل بالوصف العدمي. وهذا عليه طائفة من علماء الأصول، بل عليه جمهور الأصوليين، وهو أنه يصح أن يعلل بالوصف العدمي كما يصح أن يعلل بالوصف الثبوتي. ولما انتهى رحمه الله من هذه القاعدة قال: القاعدة التاسعة والخمسون
النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. والنكرة يعرفها العلماء بأنها لما يصح أن تدخل عليه وتؤثر فيه التعريف، ما يصح أن تدخل عليه وتؤثر فيه التعريف. ومن ذلك قولهم كتاب، فهو يقبل دخول فيقال الكتاب وتؤثر فيه التعريف، فقد أصبح معرفة بدخول وكان قبل ذلك نكرة. وكقولنا علم والعلم، فإن دخلت على العلم وأثرت فيه التعريف. وقولهم تؤثر فيه التعريف يحترز به عما تدخل عليه ولا تؤثر فيه التعريف، لأنه معرفة، مثل عباس فإنه معرفة، وإذا دخلت عليه فإنها لا تؤثر فيه التعريف لأنه معرفة. والنكرة إذا وردت في سياق النفي أو سياق النهي أو سياق الشرط فإنها تدل على العموم، فتشمل جميع ما دخلت عليه وتستغرق جميع مدخولاتها. فمن أمثلة النكرة في سياق النفي قوله سبحانه وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهذه الآية فيها أربع نكرات، فيها أربع نكرات. النكرة الأولى تملك، قوله تملك لأنه فعل، والفعل ينحل عن مصدر وزمن، والمصدر نكرة، فيعم جميع أنواع الملك، يعم جميع أنواع الملك. وكذلك قوله نفس فهو نكرة، جاء في سياق النفي يوم لا تملك نفس، فيعم جميع الأنفس، لأن النكرة إذا جاءت في سياق النفي تدل على العموم. وكذلك نفس الأخرى فهي نكرة، جاءت في سياق النفي فتشمل جميع النفوس. وكذلك شيء فهو نكرة، جاء في سياق النفي فيفيد العموم. وشيء تدل على العموم مطلقا سواء جاءت في سياق النفي أم جاءت في سياق الإثبات، بل إن بعض الأصوليين قال شيء هي أعم العمومات. فهذه الأربع نكرات جاءت في سياق النفي، فيكون معنى الآية أذكر يوم، قوله يوم هنا متعلق بفعل تقديره أذكر، أذكر يوم لا تملك أي ملك، أي نفس لأي نفس أي شيء، فلا تملك نفس لنفس شيئا، فيعم ذلك جميع ما دخلت عليه لا النافية. ومثال النكرة في سياق النهي قوله سبحانه وتعالى
ولا تدعوا مع الله إلها آخر. فإله هنا نكرة جاءت في سياق النهي، لأن قوله لا تدعو نهي، فيعم جميع الآلهة، فيحرم على الإنسان أن يدعو أي آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يستثنى من ذلك شيء، لأن قوله إلها نكرة جاءت في سياق النهي فتعم جميع الآلهة. ومثال النكرة في سياق الشرط لقوله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك وإن يردك بخير فهو فلا راد لفضله. فقوله ضر وإن يمسسك الله بضر، الضر هنا نكرة جاءت في سياق الشرط فتعم جميع أنواع الضر. وكذلك الخير فهو نكرة جاء في سياق الشرط فيعم جميع أنواع الخير. وكذلك كاشف نكرة في قوله فلا كاشف له، نكرة جاءت في سياق الشرط فتعم لكل لكاشف. وكذا الأفعال في قوله يمسسك وقوله يريدك، فهي نكرات جاءت في سياق الشرط فتعم جميع أنواع الإمساس والإرادة. فالقاعدة أنه إذا وجدنا نكرة في القرآن أو في السنة وقد وردت في سياق النفي أو سياق النهي أو سياق الشرط فإننا نحملها على العموم ونقول هذه النكرة تشمل جميع أفرادها. أما إذا جاءت النكرة في سياق الإثبات فإنها لا تدل على العموم وإنما تدل على الإطلاق، كما في قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة، فالرقبة هنا نكرة جاءت في سياق الإثبات فلا تعم جميع الرقاب وإنما تصدق على أي رقبة. وكذلك سائر النكرات التي ترد في سياق الإثبات إلا إذا دل السياق على أن النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، كما في قوله سبحانه وتعالى علمت نفس ما أحضرت. فالنكرة فقوله نفس هنا نكرة جاءت في سياق الإثبات ومع ذلك تدل على العموم لأن السياق يدل على ذلك، والعلماء يقولون السياق يدل على المطلوب ويرشد إلى المقصود، ودلالة السياق من الدلالات العظيمة التي عني العلماء بها. وكذا إذا جاءت النكرة في سياق الامتنان فإنها تفيد العموم لأن الكريم لا يمتن بواحدة أو اثنتين وإنما يمتن بشيء عام مستغرق، كما في قوله سبحانه وتعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. ففاكهة هنا نكرة جاءت في سياق الإثبات ومع ذلك تدل على العموم لأنها وردت في سياق الامتنان، والنكرة إذا وردت في سياق الامتنان فإنها تدل على العموم لأن الكريم لا يمتن بواحدة. فإذا عرفنا أن النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات
فإنها تدل على الإطلاق إلا إذا دل السياق على أنها تفيد العموم. فإن قال القائل ما الفرق بين العموم والإطلاق؟ فالجواب أن العموم يستغرق جميع الأفراد، بخلاف الإطلاق فإنه يصدق على فرد من أفراده، يصدق على فرد من الأفراد. ولهذا يقول العلماء المطلق يتحقق بفرد من أفراده، فقوله سبحانه وتعالى فتحرير الرقبة يتحقق الامتثال بعتق أي رقبة. وقد قيدت هذه الرقبة بالإيمان في قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فتقيد بهذا القيد. أما ما عداه فإنها تكون مطلقة فيه. والمطلق يقول العلماء فيه عموم، لكن عمومه ليس استغراقيا، وإنما هو عموم بدلي. وإيضاح ذلك أنك إذا قلت أكرم الرجال، فالرجال هنا لفظ عام لأنه دخلت عليه الاستغراقية، فيشمل جميع الرجال كما سيأتي إيضاحه في القاعدة الأخيرة إن شاء الله تعالى. وبناء على هذا فإن المأمور لو ترك واحدا من الرجال الموجودين ولم يكرمه فإنه لم يتحقق منه الامتثال. لكن لو قال أكرم رجلا فإن الامتثال يتحقق بإكرام زيد من الرجال، ويتحقق بإكرام عمرو بدلا من زيد، ويتحقق بإكرام بكر بدلا من زيد وعمر. ففيه عموم من جهة أنه يصدق على أي فرد من الأفراد، لكن هذا العموم عموم بدلي لأنه يصدق بالإتيان بفرد من الأفراد بدلا عن الآخر. أما العموم فالعموم فيه شمولي استغراقي، فالمطلق فيه عموم لكن عمومه ليس استغراقيا، وإنما هو عموم بدلي. ثم ختم بالقاعدة الأخيرة فقال القاعدة 60 من وما وأل وأي ومتى يدل كل منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. فقد ذكر المصنف رحمه الله هنا عددا من الصيغ تدل على العموم، وهي من وما وأل وأي ومتى والمفرد المضاف. فهذه 6 صيغ تدل على العموم. وقبل أن نأتي لها واحدة واحدة أشير إلى أن طالب العلم ينبغي له أن يعرف العموم في كل دليل، فإذا قيل هذا الدليل دليل عام لا بد أن يعرف صيغة العموم. أما أن يقال هذا دليل عام ولا يعرف أين جهة العموم فيه فهذا لا يعينه على فهم دلالة الدليل. فإذا قيل هذا دليل عام فلا بد أن تعرف صيغة العموم في الدليل. فمن تدل على العموم سواء أكانت موصولة أم كانت شرطية، كما في قوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
فمن هنا شرطية بدليل وجود فاء الجزاء في قوله فلا نحيينه، فتعم كل من عمل عملا صالحا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، فمن هنا شرطية لقوله فهي له، وهي تشمل كل من أحيا أرضا فإنه يملكها. وكذلك من الموصولة فإنها تفيد العموم كسائر الأسماء الموصولة كالذي والتي، فإن الموصولات تفيد العموم. وما أيضا تفيد العموم سواء أكانت شرطية أم كانت موصولة، كما في قوله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فقوله ما هنا اسم موصول يشمل كل ما عند الإنسان في الحياة الدنيا فإنه ينفد، وقوله وما عند الله باق اسم موصول يشمل كل ما عند الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينفد. وهكذا في أسماء فيما الشرطية كقولك ما تفعل من خير تجزى به، فإن ما هنا شرطية تشمل كل عمل من أعمال الخير يتم فعله. وكذلك أي فإنها تدل على العموم كما في قوله سبحانه وتعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، فأي هنا تفيد العموم. وكذلك متى كما في قوله سبحانه وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فهي تشمل جميع الأزمنة، تستغرق جميع الأزمنة. ومنه قوله متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، فمتى هنا تفيد جميع الأوقات، متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي. وكذلك المفرد المضاف كما في قوله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فنعمة هنا مضاف تشمل جميع النعم، فكأنه قال أما بأنعام الله عز وجل فحدث، فنعمة هنا تفيد جميع النعم لأنها مضاف إلى الرب سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك، فالإضافة تدل على العموم. وكذلك أل تدل على العموم لكن بشرط أن تكون استغراقية أو أن تكون لبيان الجنس أو تكون عهدية ومعهودها عام. أما إذا كانت عهدية ومعهودها خاص فإنها لا تدل على العموم. فال ثلاثة أنواع. النوع الأول الاستغراقية، ويقولون ضابط الاستغراقية هي التي إذا حذفت ووضع مكانها كل استقام المعنى، كما في قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، فأل هنا للاستغراق تشمل جميع الناس، لأنك لو حذفتها ووضعت مكانها كل
استقام المعنى، فلو قلت إن كل إنسان لفي خسر استقام المعنى، وكما في قوله سبحانه وتعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فإن ال هنا للاستغراق فتشمل لجميع الأطفال، لأنك لو قلت أو لكل طفل فإن المعنى يستقيم. والنوع الثاني ال لبيان الجنس، ال التي تكون لبيان الجنس، فالاسم المحلى بال التي لبيان الجنس يفيد العموم، ومن ذلك قولهم الرجل خير من المرأة، يعني جنس الرجل خير من جنس المرأة. ال التي لبيان الجنس تفيد الإطلاق، تفيد الإطلاق، ومن ذلك قولهم الرجل خير من المرأة، يعني جنس الرجل خير من جنس المرأة، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل رجل خيرا من كل امرأة. ولهذا يقول العلماء المحلى بأل التي لبيان الجنس نكرة في المعنى، المحلى بأل التي لبيان الجنس نكرة في المعنى. أما النوع الثالث فهو العهدية، يعني التي تدل على شيء معين، فهذه إن كان معهودها خاصا فإنها لا تدل على العموم، وإنما تدل على الخصوص، كما في قوله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهو موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول، فأل في قوله الرسول هنا للعهد، فلا يراد بالرسول هنا جميع الرسل، وإن كان يلزم من عصيان موسى عليه السلام عصيان جميع الرسل، لأن من كذب نبيا واحدا كذب جميع المرسلين. أما إذا كان معهودها عاما فإنها تفيد العموم، كما لو قلت رأيت الرجال فأكرمت الرجال، فالرجال الأولى أل فيها استغراقية، والرجال الثانية أل فيها للعهد، والعهد هنا يفيد العموم لأن المعهود وهو الرجال الأولى عام، فإذا كان المعهود عاما فإن أل تفيد العموم. وقد نبه العلماء على أن أل التي للاستغراق تفيد العموم، وأنها لا تحمل على العموم إلا إذا لم يوجد شيء معهود، فإذا عرفنا أنه ليس هناك شيء معهود فإنها تحمل على الاستغراق. ولهذا يقول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فافهم هذا فإنه من أحسن المسالك، فلا تحمل أل على الاستغراق إلا إذا لم يوجد شيء معهود. وبنهاية هذه القاعدة نكون قد انتهينا ولله الحمد من القواعد الستين التي ذكرها الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي
أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يورثه الفردوس الأعلى من الجنة، كما أسأله عز وجل أن يغفر لنا خطأنا ونسياننا وزلل ألسنتنا، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.